متابعين الكرام، متابعين شريك مجمع الشامل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وراحة بال وين ما كنتم. التصوير من فرع جدة، فرع 60، شمال دوار الفلك مقابل البيت. وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. أذكركم بمواعيد دوامنا يوميا طيلة شهر رمضان المبارك من 9:30 صباحا إلى 4:30 عصرا. نتشرف بزيارتكم جميعا، نحيطكم علما بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لسلامتكم. نرجو منكم الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. حفظنا الله وإياكم من هذا الوباء، وتسوق آمن في شركة مجمع الشامل. واليوم بإذن الله بناء على طلبكم راح نبدأ تغطيتنا في قسم الملابس. راح نبدأ من قسم الرجال تحديدا، متوفر قسم كبير ومتنوع، التيشيرتات بجميع أنواعها الرياضية، السبورت، القمصان، الكم الطويل، الكم القصير، الترينجات. توفر عندنا البرمودة بأكثر من لون وبأكثر من شكل، هذه هي ألوانها. متوفر عندها كمان الشيرتات الولادي، شايفين؟ وقماشها جدا جميل، بجد لا يفوتكم. جايب هذا الشكل الجميل، ما شاء الله التشكيلة جدا كبيرة، والألوان تختلف. والترنجات القطنية كمان موجودة عندنا بأكثر من لون. ولها مقاسات مختلفة، تختلف الألوان. متوفر عندها كمان الجنزات الولادي، تختلف درجات الألوان. والترنجات الولادي كمان متوفرة عندها، طبعا هذه جاية مقاساتها صغيرة، لها أكثر من لون. شايفين؟ موجودة عندها كمان الأحزمة الرجالية، العقال، الكابات بأشكال مختلفة. شوفوا معايا ما شاء الله قسم الملابس الرجالي، هذا هو قد إيش كبير ومتنوع. ما نسينا كمان نصيب الرجال من البجايم، وفرنا لكم البجايم. راح تاخذوا الطقم كامل ب5 ريال. التيشيرتات بجميع اشكالها والوانها موجوده عندها، كمان البلوفرات الشتويه باكثر من لون. جديدنا من قسم الملابس الرجالية اللي توفر لليوم هذه التيشيرتات الجميلة، شايفين قماشها جدا رائع، جايتنا بأكثر من لون، الألوان الفاتحة والألوان الغامقة، هذه هي ألوانها. متوفرة جميع المقاسات، ما شاء الله القسم كبير، ما راح اقدر اغطي لكم بالكامل. تعالوا طبوا واختاروا واحتاروا بالتشكيل الكبير اللي موفرينها لكم. نهائيا خلال فتره الوباء،
أكرر، البضاعة المباعة لا تستبدل ولا تسترجع نهائياً خلال فترة الوباء. موجود عندك كمان البرايز الكت اليوم مختلفة، وذلك حفاظاً على سلامتكم وإتاحة الفرصة لزبائن آخرين للدخول إلى المركز. عملائنا الكرام، حابة أذكركم يمنع دخول الأطفال أقل من 15 عام لسلامتكم بناء على قرار وزارة الصحة، ويمنع الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الوباء. وطريقة الحساب، يفضل الدفع بالبطاقة، فإن لم توجد لا مانع من الكاش. نتشرف بزيارتكم جميعا. نجي نشوف مع بعض من قسم الملابس الولادي. توفرت عندنا الأرواب الولادي بألوانها المختلفة، تلبس من عمر سنتين تقريبا إلى عمر 10 سنوات. تختلف الألوان بين اللي تجيكم مقلمة أو الكاروهات أو السادة. وهنا قسم التيشيرتات بأشكالها المختلفة. واللي بيفضلوا الهاي نيك متوفرة عندنا، السادة واللي تجيكم برسومات. طبعا هذه تناسب الأولاد والبنات. التصوير من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيت. ورجعنا وفرنا لعيونكم يا أجمل متابعين هذه البجايم الولادي، كانت موجودة وانتهت ورجعنا وفرناها من جديد لعيونكم. راح تاخذوا الطقم كامل ب5 ريال، انتم متخيلين؟ وجودة القماش جدا رائعة، بجد يا بلاش. جاية ألوانها ما بين الرمادي الفاتح والرمادي الغامق والكحلي. شايفين؟ والأطقم الرياضية كمان متوفرة عندنا، طبعا جايب مقاسات صغيرة. راح تاخذ الطقم كامل ب5 ريال. هذه هي الألوان. وجديدنا اللي توفر عندنا في المعرض من قسم الولادي البجايم هذه الرائعة، جايتنا كم طويل بأكثر من شكل، وطبعا راح تاخذ القطعة ب5 ريال. ما هنا موجودة عندنا البلايز، وفي القسم الثاني موجود البناطيل، يعني راح تاخذ الطقم كامل ب10 ريال. وجودته جدا رائعة، تعالوا خذوها وطقموا بالأشكال اللي انتو حابينها. والمقاسات طبعا تختلف والأشكال متوفرة عندها. كمان تشكيلة بناتي راح أوريكم هي. موجودة كمان البلوفرات بالمقاسات الصغير للبنات أو الأولاد، بجد يا بلاش. تعالوا خذوا ملابس العيد لكم ولأطفالكم من عندنا، وبجودة رائعة وبسعر لا يقاوم. أنتم متخيلين أنكم راح تاخذوا أي قطعة ب5 ريال بس؟ ما شاء الله قسم الملابس بصفة عامة قسم جدا كبير. واللي سألوني على قسم حديثي الولادة، متوفر عندنا قسم كامل لحديثي الولادة لجميع احتياجاتها.
ايش رايكم بهذا الطقم الجميل؟ شوفوا معايا، اترك التعليق لكم على جمال البجايم. تجيكم كم طويل وتلبس تقريبا من عمر 4 سنوات الى عمر 10 سنوات، وراح تاخذوا الطقم كامل ب5 ريال. جدا انصحكم فيها، جدا رائعة. هذه هي وفرناها لعيونكم بكمية، وتستاهلوا كل ما هو جميل مميز يا اجمل متابعين. والارواب البناتي كثير بيفضلوها، متوفرة عندنا. هنا عندنا تشكيلة ثانية للبجايم الأطقم، والطقم كامل راح تاخذوه ب5 ريال. هنا عندنا قسم البديهات، شايفين هذه هي البلايز او الجديدة اللي توفرت عندها، ومتوفر عندها كمان بجايم. تاخذوا البلايز اللي حابينها وتطقموا عليها البناطيل. راح اغطي لكم قسم البناطيل، قسم جدا كبير ومتنوع. وطبعا اذا ما دلعنا متابعينا راح ندلع مين؟ وفرنا لكم تشكيلة جدا كبيرة للفساتين بأشكال جدا رائعة. أترك لكم التعليق على أشكالها، وتختلف ألوانها. شايفين هذه هي، وتلبس من عمر 2 سنين إلى عمر 6 سنوات تقريبا. بجد لا تفوتكم، تعالوا خذوها لبنوتاتكم للعيد وبسعر ولا أروع. شايفين الأشكال قد إيش رائعة. التصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك، مقابل البيك. وفروعنا الرياض، مخرج 29، شارع بلال بالرباح، وخميس مشط، فرعين الخالدية وحي الضيافة. وموجودة عندها كمان الفساتين القطنية، جايتنا قطن 100%. بجد لا تفوتكم. وتعالوا نشوف مع بعض قسم التيشيرتات البناتي، اللي بيحبوا الالوان الفاتحة، الالوان الغامقة، الكم الطويل، الكم القصير، جميعها موجودة عندنا. ما شاء الله تبارك الله، تشكيلة جدا كبيرة. تعالوا نورونا بزيارتكم، وخذوا جميع احتياجاتكم واحتياجات أطفالكم من عندنا. وما خلصنا، هنا عندها تكملة ما شاء الله. شايفين قد إيش القسم كبير. والله
راح اغطي لكم قسم البناطيل. موجودة عندنا تشكيلة متنوعة للبناطيل الجينز او القطنية او الاسترتش كمان لجميع المقاسات، المشجرة او السادة او المقلمة. شايفين اشكالها؟ هذه هي بناطيل البجايم، تاخذوا البلايز وتجوا تطقوا من هنا عليها البناطيل، وكل قطعة راح تاخذوها بخمسة ريال. والأهم من هذا كله جودتها وقماشها جدا رائع. تعالوا خذوها وشوفوها بنفسكم، لا تنسوا تشاركونا تجاربكم تنسيقاتكم الجميلة. الاسترتشات موجودة، شوفوا عندنا هذه التشكيلة تجي مع اللول، وعندنا هذه التشكيلة الثانية، وتجينا بثلاث ألوان، اللون النيلي واللون الأحمر واللون الأسود. كثير منكم سألوني على الملابس الداخلية، متوفرة الداخليات الرجالي، متوفرة الولادي والبناتي، ومتوفر قسم كامل للداخليات واللانجري النسائي. شايفين ما شاء الله باللون الأبيض أو البوكسرات. ونيجي نشوف مع بعض من قسم الكتاكيت، قسم حديثي الولادة إلى عمر سنة، متوفرة الأطقم هذه الجميلة لهم. تيجي بلوزكم طويل هاي نيك مع البنطلون باللون البيج أو باللون الأبيض والأسود. وعندنا هذا الطقم الثاني، شايفين الجمال؟ والطقم كامل نفس الشيء راح تاخذوه بخمسة ريال، تجيكم بهذا الشكل. متوفرة عندنا البربتوزات، سواء اللي تجيكم كت او الكم، السادة او اللي تجيكم برسومات باللون الابيض او الملون. شوفوا معاي التيشيرتات قد ايش كتكوتة، نفس الشي هذي للأطفال حديثي الولادة إلى عمر سنة، راح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. هنا عندنا أطقم جدا جميل، راح تجيكم ثلاثة قطع، البلوزة والبنطلون والمريلة، ولها أكثر من لون تناسب الأولاد وتناسب البنات. ما شاء الله بجد لا يفوتكم قسم الملابس، متنوع ويناسب جميع الأذواق. اللي بيجهزوا للعيد لا تفكروا لا تحتاروا، جميع ما تحتاجوه موجود عندنا في شركة مجمع الشامل، وبسعر يا بلاش. التصوير من فرع جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك. وما نسيناكم من أحلى العروض، رجعنا وفرنا لكم المرايل لأطفالكم، تجيكم طويل راح تاخذوا القطعتين بخمسة ريال، والحلو فيها انها قابلة للغسيل وللمسح.
باللون الأزرق أو باللون الأحمر واللون البينك كمان. وبعد ما تاخذوا الملابس لأطفالكم لا تنسوا تمرونه في قسم مستلزمات المواليد، موجودة عندنا الألحفة للمواليد بأشكالها المختلفة، متوفرة عندنا الناموسيات. شاكرين تسوقكم معنا ونفيدكم علما أنه يمنع منعا باتا استقبال الأمانات في المركز، والشراريب بألوانها المختلفة راح تاخذ 3 حبات الأمانات في المركز. وأن البضاعة المباعة لا تستبدل ولا تسترجع خلال فترة الوباء. البضاعة المباعة لا تستبدل ولا تسترجع خلال فترة الوباء. نجي نشوف مع بعض من قسم الملابس النسائي الجديد اللي توفر عندنا. وصلتنا تشكيلة كبيرة للبلايز. شاكرين تعاونكم معنا. بجميع المقاسات. اللي بيحبوا البلايزر سبورت بهذا الشكل متوفرة بأكثر من لون. شوفوا معايا الجمال، جدا أنيقة. انتم متخيلين انكم راح تاخذوها ب5 ريال؟ متابعين شركة مجمع الشامل يستاهلوا كل ما هو جميل ومميز. التوبات النسائية بأشكالها الرائعة وبألوانها المختلفة تجيكم من الخلف سحاب بهذا الشكل. وهذه هي ألوانها. جديدنا كمان من قسم الملابس النسائي الفساتين، هذه الجميلة تجي قصيرة وبمقاسات مختلفة وراح تاخذ القطعة ب5 ريال. موقعنا في الرياض مخرج 29 شارع بلال بالرباح، وخميس مشاط فرع عين الخلدية وحي الضيافة. أترك التعليق لكم. شوفوا معايا عندنا هذه البلوز الجميلة أو الجاكيت، يجيكم بأكثر من لون. هذه هي ألوانه. البنات اللي بيحبوا دائما يكونوا بأحسن طلة، شوفوا معايا تشكيلة البلايز الكشخة هذه اللي توفرت عندنا تجيكم بهذا الشكل مع البروش، جدا رائع. وراح تاخذ القطعة ب5 ريال، طبعا جايتنا بس باللون الأسود وكميتها محدودة، الحقوا عليها. وهنا موجود عندنا قسم متنوع للتنانير الطويلة والقصيرة، الجينز أو المخمل
البناطيل موجودة عندها كمان الفساتين بأكثر من شكل، شايفين الفخامة؟ طبعا راح تجيكم قصيرة. عندنا هذا اللون الثاني، يمنع منع الباتة استقبال العملات في المركز، يمنع منع الباتة استقبال العملات في المركز، شايفين معاي الفخامة؟ ويمنع استبدال أو استرجاع البضاعة المباعة نهائيا، يمنع استقبال الأمانات في المركز، ويمنع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة نهائيا. هنا عندنا التشكيلة التركية للفساتين، راح تجيكم طويل بمقاسات مختلفة، راح تاخذ الفستان بهذا الشكل بخمسة ريال. وذلك حفاظا على سلامتكم وإتاحة الفرصة لزبائن آخرين بالتسوق خلال فترة الوباء. أذكركم بمواعيد دوامنا يوميا طيلة شهر رمضان من 9:30 إلى الساعة 4:30 عصرا، وفروعنا جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيت، والرياض مخرج 29 شارع بلال بالرباح، وخميس مشيط فرعين الخلدية وحي الضيافة. والبنات اللي بيحبوا الفساتين القطنية وينكم؟ شوفوا معاي التشكيل اللي توفرت عندنا، ايوة عزيزتي، كل شيء في المركز 5 ريال بس. واللي بيدوروا على جودة رائعة وسعر ولا أروع لا تفكروا لا تحتاروا، تعالوا زورونا في شركة مجمع الشامل وخذوا جميع ما تحتاجوه. أيوة عزيز، متوفر قسم للأحذية النسائي والرجالي والأطفال، راح أغطي لكم في أقرب وقت بإذن الله. ما خلصنا قسم الملابس، عملائنا الكرام أذكركم يمنع الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الوباء، ويمنع دخول الأطفال أقل من عمر 15 سنة. نشكر لكم تفهمكم. لا يوجد قسم للميك اب، متوفر قسم لكماليات المكياج. وبكذا ننهي تغطيتنا لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة، واللي عنده أي استفسار أو انتقاد يكتبوا لي على الخاص، واكتبوا لي الأجسام اللي حابين أغطيها لكم بالمرات الجاية، ولا تنسوا تشاركونا في المسابقة يوميا طيلة شهر رمضان المبارك، سؤال جديد ويوميا سحب جديد، شاركونا وفالكم الفوز.